بكم. ومباشرة نتحول إلى ملبورن في أستراليا، التحق بنا من هناك الزميل محمد بفضل الله، أحد مفيدي العربية، التحق به قبل البارحة أيضا الزميل عبد الله درويش. محمد أهلا بك، واضح أنك توك صاحي من النوم يا محمد لفوارق التوقيت. نعم عادي عادي دائما تعودنا خلاص. طيب حياك الله محمد، كيف الأجواء الآن في ملبورن؟ بدوا يعرفون الأستراليين في مباراة ولا لسه؟ والله ما زال البعض يعني أصبح يتعرف على أنه في مباراة في خلال الأيام الماضية، خصوصا بعد الجولة الترويجية اللي كان قائم بها يعني الاتحاد الأسترالي ما بالتعاون مع اللاعبين المنتخب. نعم. كما شاهدت في التقرير يعني حتى يحاول يروج للعبة في الحدائق وفي مع الأكاديميات الترويج للعبة كرة القدم عموما يعني في هذا البلد. جميل. فهي طبعا هذه اللعبة يعني شبه مجهولة لعبة حتى اللحظة. نعم جميل. طيب محمد، المؤتمر الصحفي للمدربين سيكون اليوم الثلاثاء. نعم صحيح سيكون اليوم. كان في تسخين بين المدربين محمد في الصحافة أعتقد قبل المؤتمر. بالتأكيد، لكن يعني سمعت أنا من المدرب فرانك رايكارد أنه يعني لكل مدرب وجهة نظر وعنده الحق يقول ما يقول، ولكن سنشهد أو سنتابع في الملعب ماذا سيحدث. بالتأكيد الثقة كبيرة في اللاعبين السعوديين، الثقة كبيرة في الإعداد، الثقة كبيرة في المعسكر. يعني شبه لاحظنا شبه الثقة كاملة من المدرب فرانك رايكارد. نعم. لكن المدرب المؤتمر سيكون اليوم الساعة تقريبا 11:30 صباحا بتوقيت ملبورن، اللي هي ممكن تكون الساعة 5 أو 6 فجرا بتوقيت السعودية أو الدول العربية. نعم محمد، ايش دار بينك وبين ريكارد لما انت سالته من بيكون كابتنك يا ريكارد في المباراه الجايه؟ حقيقه يعني لو تشاهد يمكن هو مقطع صغير ممكن تشاهد حتى في الصور عندكم. نعم تم بث عفوا بس عبر النشرات العربيه امس. نعم لكن ودي اعرف ايش صار في الحديث بينكم، يعني ريكارد كان مستغرب او مندهش من بعض الاسئله هذه. هو اندهش من هذا السؤال يعني عندما طلبنا منه سؤال هو كان مندفع سريعا نحو الباص، في العادة ما بيعطي لقاءات في التدريب بسهولة، فسألته قلت فقط سؤال، فتوقف قال فقط سؤال عندك. قلت له من هل اخترت تم اختيار القائد بالنسبة للمنتخب؟ فاندهش لوهلة لثواني، بعدين قال انه القائد سيكون أسامة هوساوي بكل تأكيد. أسامة هوساوي قاد مباراتين نيوزيلندا، وبالتأكيد سيكون هو القائد في مباراة أستراليا. جميل. قلت له شكرا، فكان محتار يعني. نعم شكرا محمد فضل الله، ستكون معنا أنت عبد الله بكرة. شكرا للزميل محمد فضل الله منفذ العربية إلى ملبورن. في زاوية نجم أمام 10 أسئلة اليوم، يعترف حسن معاذ لاعب المنتخب السعودي أنه يتمنى فهد الغشيان النجم المراوغ الكبير ضمن الجيل الحالي. نتابع. والله صراحة قبل أي مباراة مو بلازم مباراة كبيرة، أي مباراة أنا بالنسبة لي أني أحب الهدوء، أحب أني أكون مركز، أبعد عن الضجة. الشيء اللي يخلينا نفقد الأعصاب في الملعب أكثر شيء يعني شيء ممكن الكل يعاني منه اللي هو الظلم عامة. والله انا الخانه صراحه اللي ممكن لو خيرتوني يعني او اي شخص يخيرني لها احب اني صراحه العب مهاجم، صراحه خانه جدا 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 تعجبني هذه الخانه. اول شيء لان ممكن لو تلاحظ الستار دائما يعني في الكره السعوديه دائما المهاجمين. ثاني شيء ان الخانه ذي يعني محبوبه لان فيها تهديف وفيها متعه. صراحه الكابتن
بهدل شيئا يعني صراحة. أتمنى صراحة هذا اللاعب يعني، لأن مشاهدتك له تكفيك يعني إنه ممتع. فما بالك يعني هذا اللاعب ممكن أنت تشارك معه وإنك تلعب مع هذا اللاعب. الصحابة هم يعني البعض منهم يعني بشرهم يعني، في منهم الشخص الزين وفي منهم الشخص العادي يعني، أو الشخص اللي يكون منه فيه سلبيات. اللي يزعجني من الصحافة أنا بالنسبة لي أكثر شيء اللي هو يعني المقالات اللي تكون عنك خاطئة، أو الأسئلة المحرجة، أو يعني أكثر شيء المقالات. والله بالنسبة لي أنا صراحة مباراة الأربعاء مع منتخب السودان مباراة يعني لازم إحنا كلنا يعني كلاعيبة يعني لازم نكون مركزين لها. هي مباراة صراحة مفصلية بالنسبة لنا يعني، خاصة في هذا الوقت. والله أفضل وجبة بالنسبة لي أنا يعني وجبة يمكن الكل يحبها يعني، الأكلة الإيطالية المعروفة اللي سباكيتي يعني ما ترى. صراحة مرة هو قريب مني صراحة، مو يعني ما هو مدرب وهو ولا هو شخص يعني معروف وكذا. أخوي ياسر الصالح، أخوي من الوالدة، أخوي ياسر الصالح الكبير، أكبر أخواني. بقول كلمة لأخوي الكبير أو لأخواني كلهم يعني، خاصة بس أخص منهم أخوي ياسر، إن شاء الله بإذن الله أني ما كنت خيب ظنه يعني من هالناحية. والناحية الثانية إن شاء الله بإذن الله أوعده يعني وأوعد الجمهور السعودي بإذن الله أن هذه المباراة يعني حسن وزملاء راح نقدم إن شاء الله بإذن الله مباراة كبيرة، بإذن الله نقدم مستوى، وبإذن الله أن نوعدهم بالفوز أو نرجع من هنا إن شاء الله بالفوز بإذن الله. صراحة ممكن الكل بيستغرب مني يعني خاصة في هالشيء صراحة اللي هو خارج الملعب عكس داخل الملعب، يعني كم داخل الملعب الكل يشوف إني لاعب حماسي ولاعب يعني ممكن الابتسامة قليلة يعني تكون في وجهي داخل الملعب. هذا مش يعني التركيز يعني لا أكثر ولا أقل، أحب إني أكون جدي يعني داخل الملعب. والهدوء يعني هدوء خارج الملعب هو أكثر شيء يعني، أحب إني أكون هادي، أحب إني أبعد عن الأجواء اللي تكون مشحونة، الأجواء اللي تكون فيها اصطدامات، فيها شوشرة، يعني هادي جدا يعني إنسان اجتماعي عادي بسيط، أحب الضحك وذي الأشياء العجيبة. أفضل موقف كروي صراحة حصل لي صراحة يعني في موقف صراحة كثيرة، لكن شيء دائما تتذكره، شيء دائما أتذكره صراحة الأهداف يعني. ثالث الهدافين في تاريخ المنتخب السعودي المونديالي سامي الجابر، لقطة ختام ألقاكم. ناديت ويني وانت قدام عيني، مع كل رمشة عين ناديك ويني. ناديت ويني وانت قدام عيني، مع كل رمشة عين ناديك ويني. اشتاق لك واترك هنا تحتريني،